حل أمضيت هرتا إن لو صومك عابد ديو ضدك نقو عام بحا إنه كالقايبيان يدو اللي هيلي يو إنتا سوقفو كالي وضدك نادا إسكوالا وده تشيركو ده خشقية وده ويحي حكومة ده نوضا ده حديث إن لو ربو إن لو موجيو عدة وصل رئيس دلك إن ضد بدنو كحن ده جيران ده بوال اللي هيلي يعني ضد بدنو حن ده وصو ورفصان كرا لكن نقول ما يسو دينو كوانا أكسن يهي مدحوينو هو يهي مركو قف أجاسيما أبو سيرة أم بدأ قف تذكر عن حسانة مدحينو صوم جعابة هذا أركي سبا إن تذكي عاد قامد المسير جاو قادني سين أنا كوبها بونه هو جابين تدو مش وتجي مال تذكر مهمة وايد هاي عاد كل شيء دينيسو ما نفع نفتح شيء كذا بتبادسي بس هو حبادي يا شباب يجي صح وهل كده هذا هذا بوبا هم وحنو ملاينا يقولوا حد كهاري لا هذا هاي حبنتي عصبة إذا وسيرد مع القشق الله صو قرأ كمان يالي كنا بض عيرير شو مالي لان ليه يهين هذا أيام نقادنا ينام يالنا ينام وحين خي يالي كنا ما هيسا كله هنا ما كسي يقول لي يا جماعة يعني ما قاعد يدلكوا هاي مركع شل قف يديدين ومشورة تكو ديدين هذا ناس لما عطى ما كله سوء عليه وقف كنا قف كيو يا حبايب اللي قبل دين هذا ناس دوبه صحيح ولا بيجوا مشورة هذا ناس قاعد تقول تابي شلي مدحون حسمي سكوش عندين هذا هو بعد بل سكوش عندين تاس تبرش ده أفضل إياه أرمي هذي بل كبر سكوش عندين تاس كل مقد وسيرة عصبة لو صامع عابينهم حي أفضل كتر كنا مدي وحوي يعني ده وسير كسر شيء ده دكان كأفضل ما كان لو بدلو وسير كسر شيء ده من دكان كأفضل وحلا وح فرقه oo ay in keenaysa halkaas ma jirto waxna kuma siyaadin waxna kamay dimin waxa sahalistu tahay waxa sahalistu ay tahay ee wasiirkii hore Cabdi Ismaan oo xaflad aroos buu ilaahay nabada joojiyay ee ka hadlay oo aan islaaha de wax weyn buu soo jeeday baa xukuumada oo kama caaradahan marna mar waxaan ahay dad awdal mataraya marna xaliba waxaan ahay dad mucaarada ka soo baxay oo dadkan de wadadaan ku tartamayno qulubta dadku waanu ugu tartamaynaa de waliba tartan xalaal ah ayaan jecel lahayn ayaan ugu tartamno marka wasiirkii oo kalmad uu ka yiri meesh aan u ahayna xukuumadana ee gaar ah leedahay aan saaray annagoo la warnikii soo xamaa dadkii ka leexinaya in uu maanta eriyo madaxweynaha rikoorka ugu jirtay bari horena mar la waydiyay tabashooyinka darifyada inuu yiri darifka galbeed waan soo dhamaynay madaxweena dalka xukuma wuxuu haystaa galbeed arintiisu way xallisan tahay waxaan ku jecelahay anigu madaxweena muuse waa very consistent hadalkiisa iyo agshanadaasi dee wey hadalkiisa iyo sida uu u dhaqmaanada aad bay isku leeyahay oo awdal wuxuu la dhaqmaa arinteedu way dhantay maxay ka hadlaysaa oo kale marka wasiirku waa wasiirki sheegay in dadka deegaankiisa la dilay yahay xukuumad difaaceed أنا ده دفاعي حكومة ده كمان دفاعي مركب ليه ما ها إن حكومة ده ومدحوينه خطها ليه ده ومتجهده أنا وده ماشي هنشوقي وزيكو ها سلطان بحر تحلي ماش وده واقع يهر سلطان كي حلي أيه ده جو حكيت جرا أوضل إيو أرمحاس أيو كحلي إيو ده ولا عايكو كانتي marka qolyaha ayaga buu deelahaa isla kursigaad u soo socotaan iyo dahmay guux isleeyihiin baad ay ku yar jirtay wasiirku markaa isagoo dadkii ka jawaabaya
أيوة لها ده ورجوح عنده وحقيقة حكومتنا وما قارها يعني ما أنت مال أن حكومة حزبية وحن دفاع إنه ما هي تعداد كان السؤال وحقيقة قبام بس وما لاني مديت ده ويدك كشيء خير سنين وجالس كل حكومة الله وده ويدك من كشيء خيرني صوما بشدر هير أوضل إن بدن بعد يقطع من بلاف خلا جمر دوري صوما على دوت راه نبر خلا هدان ديل الداوي بنتيسة تميل الخور خلا جمر دايو مقرنسا تيم يسوي كهلي مرك حلي ما دي بليري قفكي حكومة سو شيء تبشر أو لا يتحمل حقيقة وهل خلاص صار صعب حقيقة ما لوران كراو حكومة دو حقرن سابين للشيء جوا حقيقة قبل قوضة وهل خلاص صار صعب أعد بيسكو فخسي هند أن دادي مدحوينه بريجي سقى مشرحه وخقيم قالي يا الله هذا رفق قلبات وأنا صار دم عيني يا يا ده قدم خسيات بيسكو فخسي وهذا دو هاي سطح ده رد دم عيسي ودري له هذا دوبا ويوح فريا الباب تريبا وان حدني صوما يوقف عن فريا ده كمان نكون كرو نقف أهلا ما أنت مرخى وادي كوباد إن أركي أوضل حلقة قادس تيدا سمح دون وغصي خرطة وزير كاس وده ده جوي كوباد إن ده قرن أيو حلقة قادس سو بقى كفاية دي بقى سمح عيس معك كفاية دي بقى لو إمي خابة وغصي وعن طيبة استغرب لكي وزير كا حق الرهير أوضل ما أنت وحلو أرخاد ميقام بو كتشوغا آد أو شرفاً أو أو كراميساً أو رنتين أهدك بو قلمي وحوي مسؤولية الدولة ده ياس قف وحو متلا حكومة حكومة دار محاهو قامية مدحويني وارن محا قف اللوغو دارين وهي لكن مدحوينة هون انو طاعد وحاد حلوق داريا قرن كانوا داعدوا هذا وايو مدحوينه لفت الكيس والله ام بنكرا امضى مدحوينه ما هيو هنتي ولي وحمانت ثلاثه ما انت مدحتويه سومايلان تالا ما هو وح ولي هي مدحوينها كل بجوغا ما وامان حلقة أنا هي وأمانه وزيرتني وحيويه ما هفضى يدي يالو كريه هذا وعد الله ربا إن أي ثلاثة كوباد نبت أهنا كعليا سو كم استفعى إن ميس كم دحين هكذا شيء وارن تار هذا الكلا خال ده شخصية دا عبدي أنت أنا نقول خك جرنا يو عبدي ده كم أقانا نقول منافقة كم أقانون een barnaankana wax ka yiraahdo gudahaana wax ka duwan ka yiraahdo waxaan aaminsanahay intan intu madaxweynaha ku hor yidhi uu inay noqonayso binaa aadam kana deelin mar walba lama joogtide waxa lagu xukuma waxa uga soo joogtay abdi waxa uga soo joogay bakan anigu de intayda kooban keego hada inta uu halka ka yiri uu inuu madaxweynaha hortiisa ka odhanayo anigu de rumaysana kuwa lagu bedelay ka war حكومته بان انا اقول ردت كذا يضع النقطه عن غير اوضلو حكومته ردت كذا يضع النقطه عن متعلي ان واحد بضنه وكل يجي لكن عبدي وحوم مغضينا ندت كذي هين بوننا وحو أم وضي لا ديوان ما أنتي كوبات قصب بلاو حكومة دد كيدين ويا بقى حكومة ده هو يقى إن غيق عن دد كودة دد كودة إنه ما نقلنه فالفصل مع حلو هذا لا فالفصل تذكر حال وش ده مهما أرونا ما دي شو كان لو قلنا كان شنو عربية أيا وحياة هاي شنبر بس شنبر كيسو لضو ورابع يعني معناه أي اسمين أنت عصام مالك موت، ما كحكومة ولا بع، واحد ويا رتها،
dadka iyada markaa qiimaha agteeda de kale markaa madaxweynaha waxay de muujinaysaa nooca dadka uu xushaay waxay muujinaysaa uun nooca qiimaha la leh umbe muujinaysaa xiliban marka dadka soo magacaabo madaxweynuhu soo magacaabo kulliina wakiilada soo mara haddana qofku si kastoo shacabku indhaha uga hayaan oo dilloogiiba mas-uuliyadda iyo siduu u qaadi karaba haddana idinku waa sii deysaan miyaanay habboonayn marka xiliban qofku soo maray idinkoo wax badan eegayo dhadhaartiin idin eriyey wax badan idinkoo ka fiirsanaya miyaanay habboonayn qofka aan u qalmaynin mas-uuliyadda ummadda lagu aaminayo inaydaa ku sii deynin habooni ma aha waaba waajib ma habboonoo keliya waaba nagu waajiba waad garasanaa markaa markaanu aragno dadkeeda ay xukuumaddu xulanayso nooca dee aan u sii qalmin dadkan waa inaan ka qabanno dad lasoo magacaabay oo laydinsoo laydin keenay baa celisaan haddana mar labaadka marka laydin keenay laydinku soo celiyo majority waa ku ansixisaa maxaa isbedelaa waxyaaba badan baa dee isbedeli karaa oo intaa dhici karaa anigu ani hal mar bay soo martay shaqsiyan horta go-aamadani golahu golaha uma hadli kartid dee waxaad u hadli kartaa waa naftaada adigu maxaad ugu codaysay hebel oo aada shalay ka codaysay ama xeerkaasood shalay diidanayd baad maanta yeeshee maxaa isbedelay baa labada saxa aniga mar bay soo martoon kaaga sheekeynaya markay soo marta waa markii commissionka doorashooyinka qaranka oo aan si cad uga soo horjeestay saddex xubnood oo ka mid ah saddexdaa xubnood waxaa xusid mudan inaanan shaqsiyan midna aanan u haysan awooddooda kartidooda shaqsiga ah iyo dhaqankooda iyo cadaaladdooda iyo waxaa anigu su-aal maalintaa ma gelinayn maxaa haddaba aan diidanaa waxaan maalinta hore diiday waxay ahayd in haddii bakuuruun yahay qof ku suntan xisbi waana meelaha aan qabo xukuumaddu way ka wiiqday sharciyadda qof ku suntan xisbi in aan ogolaado heedhe iyadoo sharciguna qabo inaan la soo magacaabin dadka xisbiyada iyo waxaa ku jira musharaxii nala tartamay doorashadaanu ku soo galnay ayaa ku jira lu fiirsa hadda labada mas-uule kale ee magacownaa intaa iyo intaabaa ku jira warniyahow markaan dee marka ilaahay laga baqayo nafta been loo sheegayn dadkaasi si aad tiraahdo xisbinimay uga badbaadayaan dee may jirin ilaa yoominaa haadaana de waan aaminsanaha inay khalad ahayd de maalintii dambana waxaan u codeeyey haa maalintaa hore markaa nasiib maan jooginba laakiin dee aragtidayda telefishinkan kasii cadeeyey maalintii dambena waxaan u codeeyey inay xilkii qabtaan maxaa isbedelay waxaa soo dhawaatay xilligii haddee bakuuroon yahay guurtidu muddo kordhinta madaxweynaha ay sameynaysa ayaa soo dhawaatay haddii shalay dee xeerkan waxaa loo sameeyey inaan qofku xisbi ka soo jeedin waxay ahayd asalkuba in waxa uu ku dhawaaqaan laga dhadhansan inuu dhinac ahaa aan laga dhadhan xataa hadduu cadaalad sameeyey waa laga shakiyaya soo ma dabeetana doorashadaas dagaal baa ayay horseedi kartaa soo ma haddaan shalay halkaa mowqifkaa joogay waxa timiday muddo kordhin baa imanaysa hadday muddo kordhintani timaado bilaa commission doorashooyin xilligeedii ay muddo kordhinta sameyn lahayd bilaa commission doorashooyin timaado guurtidu ma hesheen ra'yi ku saabsan muddo intee leeg baa loo kordhiyaa waxay doonaanna way iskaga dhufanayaan marka waxaa isaga dhigtay sharcigii iyo waaqicii labadii duruufood baan dee isbarbar dhigay
مرحبا هذا الشيء كهر تجيء إن لابد تعلمه نتيجة أي كل واقع ما أنت واحد خصوصا كم مرتين أجل خلا أجل شيء خلا بدنا خصوصا هلا سكر مرت أجل خصوصا سكر مرت وحويان ثاني متخرجين هدي بريتو أي ده خونا ده مظاهرات بلعبان وهذا نو ده عصب يكون إنتان مظاهرات كي أغسطس وحي يكون إنت بين أوجيني هذا أنا عيد عصب يكون إنتان دي كاسر كل جرا وي مرك الحل ما ساعة أغسطس بس ما كان فكر كايجا أنا كتاسع بدي شيء تضلق فوق ما يدري بدي ظروفها أول حياة وين أدركت ما كان تد حبناها كرنا يجا غيرحي أما شرحي واحد بدلا لكن وما هذا اللي كروا ليس كلهن ما كسيقول لي يا جماني ما قعدلك وهاي مركع شلي قف يديدين مشورة تكود يديدين هذانا إسلامات ما كله سوي عليه وقف كنا قف كيو يا حبايبنا قبل دين هذانا دوبا صحيح ولا بيجوا مشورة هذانا قعدت هو تاعي إن هرتا ما واحد إن وأنا محل ورنت لين حل قاضي إيد قاد إن هداد ما قعدون تحي سياسة دمالكو في عنا فنان إسكان نقو شيخ نقو ميلا بدانو مغا وديكو تشيرو أو وين وين أكسن أكخالي أياد هيلي كرتاي لكن سياسة دو ما أمد باد نرشو دي يو نفتو دي يو وحو دي كوغا أمينيس أدخط هلنسا أيهود مرها مر بدانو حد قادان إيسا قو آن قراد أياد لقا إيسا انت عاد انت عاد الى علينا يساق حاجة هور امرايس نن قضية هو سلطانة بابير بحليني لابا رحير با اسكو يرلعي مقال با دي رحير با ايا رحير با ادو يرع عروضو مقه لنبو سيئي رهدين افريلاتن ساعدود قدوه مكي لنود دي لبير رهدين رحير هبال خمد حيسا ليري ديلكو حد با افريلاتن ساعدود قدوه لنبو سيئي بقتي تحسين ما هشام بالليل حلي أنتي أول ليش كوسين تري مك أيات خوقة عطنا إنسان ده هنا خير كان واحد لقدي لي خير كان أي أطر سنة يوم واحد أي واحد دري ميجين ده كان سلطان كهلا ضحية إنه ده حق أحيقه ده هنا واحد لهدين ده سلطان وات أحد هاب كل وان أحد الدانس هو أحد أي وأذكى في مرحلة ترسينا يدي لفتة أيوة دنيا هذا هو كوي أحد وارو تاي وارو أحد هو نكانو أحد أبو أذكى أحد هو أحد هدا ندلب كه جاينا نشوف ليا هدا نسمعيو يا خير كاني ويا سمعين كران سدنا تخدل بنا يسه أدوك بيرم سمعين كتر مركي كوكو نعدي ee day sanad ka ahaanaysa macalka aad u eexato macalka aad u eexato ayda hadaanad mowqifyada qaadan karin siyaasadu meel haboon ma way xidhiidhada suudiniya marka markuu qof agaasimaa amba wasiir amba dad qof dadka aan saxsanayn madaxweynu soo magacaaba aad arkaysaa in dadkii aad go'aamada masiirka u qaadanaysay aanu kuba haboonayn hoggaaminteeda oo meesha uu tagay meel dadka muhiimka u ah ay tahay aad ku sii deynayso ma naftaada sheegaysa badbaadisay soo waxbaad yeesha bayegi sax waa halka dhexdhexaadinta hadaba u baahan waxaan u maleynayaa weli waxaad ka hadhi laadahay xubintii cusbayd ee wasaaradda maalgashiga loo soo qoray en wa wax lagu kala baranaya golahan sida ay ka yeelan go'aamadan waana halka u baahan in kade ka wariya ahaan idin kula diisan sababta uu u ansixiyo qof ama u diido mas'uuliyintan la ansixinayo kuwa aad diidana waa inay jirto sabab aad u diido kuwa aad ansixinaysana waa inay jirto sabab aad u ansixinayso oo garatay ba waana xilkaasnimada darro meelaha
حل أمدات هرتا إن لوسو مقعابة داد يو دادكا نخو عام بحا إن اكلا قيبيان يدو اللي هيلي يو إن تاسو قفو قالي و دادكا نا دا اسخو وضا و دا تيركو دا خشقية و دا ويحي حكومة دانا وضا دا حديث إن لغربو إن لغموشيو عند وصل رئيس دلك إن ضد بدنو كحن ده جيران ده بقول له هري يا دف ضد بدنو حن ده وصا ورسان كلا لكن نقول ما يسود دين وكون عكسين يهاي مدحوينه هو يه وحكم حكم من نقول إذا حمان مدحوين السمية بحكم من نقول مع القف قا حمان تيسو وحيسو وريجيسا وفي عمر بن الخطاب لها حدا عد أنا والي أنا مقعابي ودي باتصة مايو ولا يسوع قارشيو أو أنت لابك قاعد وعايو دم بيجاوان كل شيء راح شو تينا وعاي أغلق آدم قديس على صورة كيا مدحوينه عدة أو درصدو إيه أو مقعابو إيه هذا إيو قريه هم وح قريه هيك وحن سحنا يلا بطبع ولا نقولانشها نقولانشان دي دي خلنا له صبا إن إحنا أقولان كرب إحنا ديدي كرب عيد بقى خاص بس مسؤولية دا أقولان شهن يدي ديستن دا آخره هو مسؤولية على جلحة صعب تمام محد كأ أنت سايق وتركت مرها واحد يكو عضين دورا أنا آخره ويا قد دت في شيء يفهم معه وما دونا دواينا دعوته وأي أركته محوقف كل عضية محوسين نقوله الله هدان هدان إيري ونعكسن كوه حلاون نسكو كام عانيو يعني ما نتورن تد وريسنيس وحياه بعض ذاك بنك هاللي وحياه بقى أركود ريد بور ما يدي بدونا بنك هاللي وحياه بقى أركود ريد سو مال أنت كلا يدي بدونا بنك هاللي أنت هم تدو وش على هاي وحياه بقى يجد ونعك راب بنك هاللي شو ما هدان ونكريين الأفكي ونعجستون هدونا عن يلاس دان دونك عنت هيدا ده حربان واهم من لا عم سنانو نامكو عضينا توان كلام صح هاد دبا أمضى نو حلقة ربعين خلا حساب تمام ورمحات جيت كانوا قاطي آخرون ما إفخنا حساب تبل لي سكود لي أمضى نو وين الله وين الله ولا حساب تمام مدحويلهن دهو مدحوينه دورتين سومال لان اردن او اوضل خمي تاي سوما يا برين دورشدون سوما ايغا لفتر كوغو دهو امتحاميه بركي اولالهان وحن كاي هادل بان قدر صدي اها قفك موادن كاي وحو امتحاميه هاي هالمالن معنتو عدكيس قفك وقوفي ديو ايو امتحان وين كجراء وحتعين وقنا غفير صدو اه دو غفير صدو قف كان لو عديه مسؤول كي حلك قاعدنا مدحليت كي صدم بامتحانية ما لين خست واي يقول امتحان منك امتحان شو تابع كل شيء له وين واحد نقول بدورنا بلد مع إثيوبيا تكد السيلع أو مدون يكود بيسون وغاي يسمع رئيس الوزراء إثيوبيا وكهله بل هذا الرئيس الوزراء هي إثيوبيا مركز أكتر يدمع إثيوبيا تكد السيلع محاك عقب حي هذا الكاريز وسارة أبي أحمد وهذا الرنتي دولة عيسى له منطقة دن وحين مدردير كو دق كل دق من إثيوبيا ولا النمو إيو إيشو دوان إيو شار نمو أين كل دق من ما أنت إن منطقة دي أردن شكل الجليج، وولي بقارهان سير أو خلاص قار وسي حوج حالته، وحنكو هلا ينبه ونفو هذا النايرة، هرتوا و و ونسيب دفعه، يعني سجود ده سقى واحد لي مورن سير ونفسا قيالي ناي، لكن ده ماله حوصو ثابت بده خم ده حيد. أيضاً أرتو دوان نصيب دارو. صومالي
حوق وحبقه ملا إذ ألا إذ حوق وحكاك ترأيسا أن مجرته سيدا درتيد أن شارنما ونأكسن بين وح إسكو قوة النح أن إتوبيا ودل إنو باهم وانا دل أينو أباهن أن وينو باهي هينو إني حادو هلان إتوبيا وحكو صعوتا ويورشدو بيسا إتوبيا إتوبيا هدا أول سوق يوسين جبتي أون وحصو صار يعني وحي قدها كو استعماش ما أنت وحا إمان دونا وح أي وحصو صار كي لخطها كو استعماشو إيو باهي أو قبطة ديني ملاي وحكا دوفيسو انتبا أي هشو أيا دعي كارتا مكا بضو ما باهنة بضي وباهن تاكل ليبا إتوبيا waxay macaamil wanaagsan ku heli kartana haade inay ku raadiso xoog waxay ay islaahid wad helaysaana heli meesho aniga aragtideeda arinkani laakiin wuxuu furayaa deewji kale cusub oo ah waxa muuqatay oo baraha bulshada kale u dhibaatay aad ula socotay awdal in aad looga soo dhaweynayo ayaa la dareemay way shacab kreer oo aad u soo dhaweeyeen hadalkaas oo waliba iyagoo imaaraadkan soo qaadanay leeyeen barbaroow maanta oo maal galiyay ha way Itoobiya waxa loo diiday inay maal galiso ee dikada sayla hadaan hab qabiil waliba iyagoo raacayna ma xilibaana golaha kaliya ka wada sirta ka hadlay arintan bal arintan ay muuqan shaqay halisteeda leedahay in shacabka soo dhaweeyeen ma xilibaanada ay soo dhaweeyaan khatar tiri ma keenaysa sax een waxyaabaha qaar waxa ka imanayaan waxan ugu yeero de fashil siyaasadeed oo jira ayay waxba meelaha qaar arimaha qaar de ka imanayaan Itoobiya markana oo qura maaha ee marar badan bay ka hadashay sayida in badan bay de ku soo celis Itoobiya san ka war qabnana waxa la rabay inay maal gashato oo wax ku yeelato dekedda barbaraad okay aqoonyahan feer awdal abuuha محمد فارح ورسمي نكي كوباد بلاوي حنان كان عشورة يد بموي كسيدة وحسكو دافيا نكي يعني قف ده سي أكاديميكا وقد دو معقولة انت نوغا هنا وحن فيلا يا انوها ان 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 ماير كي هوري برقو مراد انوها بان جعلهاي qof kale oo isagna xil haya xil umadeed haya oo ku dhirada inuu ka hadlo arimahan kastamada iyo sida ay dhaqaalahan u saameen xeerarkan aynu deegannay arinkani wuxuu dhinac ku haya marka waxa weeyaan dakhliga ka iman kara haade dakad meesha leh dakhliga ka iman kara ayuu dhinac kalena ku haya Soomaaliland sida igu maqaala ah in badan baa loo soo bandhigay in maalgashi Itoobiya sameeyso oo sayla ah iyadoo taa barbaraadna in diyaar u ah tanna rabta Soomaaliland markaa way ka gowsa qabsatay oo waxa dabrayada DB weel yeeshisadii lala galay ayaa dabraya laba markaa meesha aan wada geli karaynin maalgashigii iman kari lahaa maanta waxaan aanu sameynayna DB Wells Soma Saad wasiirka maaliyaddu shalay wuxuu lahaa waa royalty waxa ay qaadato 10% tiga barbaraad waa royalty buu fine derer sayl ahna in royalty ka hadsadaan maxaa u diidaya marka Itoobiya ma aragtaa xilibaan inay tahay in ay maal geliso tikada maadaama khatarta ka digaysa ay tahay aad leedahay khatar bay ku tahay ba Itoobiya in maal geliso Itoobiya la'aanteed berberina shaqayn mayso sayl ahna shaqayn mayso Itoobiya na bedheli mayso waynu isku baahan nahaan kuuri
يا بركي هاي بيكي وتويسكو بهي سمد مقل وانسكو باهنا مال شقينا يسا مجرتو بلا ايتوبيا هل دومستيك ماركت كان سوقين من جدو سوق وين ما واحد عايز تاكون تربان كان وجه علينا لقى ورقمين ونو قال لي اسكي قد ايش انه لقى الله لنا اد وهايزتا يا كان خطر باك خطر باك وجه علي قبحا هذا ووح لبدا الدولة بيس كوكي مرخا كومتيري خرطو هون تربان بان اثيوبيا وحكو سينيا تخد بالبلاد نكو متيري خرطو سيلا عنا ما هي ليسو ده سبب لو مالك شدو قرى وحنو باهم اي لما قبصان كارو بيهن اما هن نقطو بربلا اما هن نقطو ميد اما هن نقطو سيلا مثل قبصان كرا كم يجرتو حوق لو قبصان كرا حوق لو قبصان كرا وردن تاني ما خوض هذا الله ده مسوي حن مسوي نسقو عرونا يتوب يروح يرد أوران كرتا ما أنت واحد يكرتا سو بلايين كم بحدو بربلا يا وحبي جمي سو تغي يام بقولن ما حد ما خاطر نسمع ولا يشك تودا قار حلو ما تذكر قار واحد شيء يعني هم باي كدود يعني إن تكد السيلة أين لي إثيوبيا ما دام دام عصو تشرين وبراها صومالي ذا أي آدو تنين صوم دل أربع شرتين أنا يدو مالك اللي دل كراش شيء أي مالك ليان تاب دل كذا نهار دو تلو مكاد كذا لا مالك ليو أي يدونا مع لا مع مش دل كذا رود مع عسكر سوق عادي جاه على بت الغيب سدو سديسة وجمع هل اللي خرنا ده أرمحن إثيوبيا ودل دل كاني شروطه يالنا يا وحا واستعمالي وحا نستعمالي ايه غدا آير اون مورن كرتيد وحي سداس بين خيقا غاقب كمان ييري كرنو كل جيربان اري خاقو عدين كده كمان ييري كرنو بد اي رير سومالي لان ليه يهين هذا ayaanu qaadanaynaa iyo yeelanaynaa waxaynu ka yeeli karna ma iyagu maxay awoodaan inay xuduudooda xidhaan ayay awoodaan soma xuduudooda haday xidhaan hede dekadaadan iska bay low for a minute sayla berberi maxay taraysaa hay qabanaysaa bal isheek reer Soomaaliland oo qoray wuxuu ka soo degi doonaa وبين تيبا سوق ذي حميدة سوق ذي حميدة صوما أنا سوق هو اللي ذي وح سوق إنه مال جلين كان وجر عادننا ما بسوا مال عم بوها مركي شهرة بقى بس كيتوب يوها كيتوب يوها يتوب يو وروانو باهنا يتوب ينا وين نو باهنت سيلو ذا معاملها سيلو ذا مع ده حالك عقلك كتيرة وحالك سيلو ذا معاملها ولو بهيرك أي كتيرة وذا معامل كين اللي بمشكلة دوت بعد كتيرة وايد حورتها حكومة تاني وأرمي هي جوده دبدة حرير كين اللي هان اللي هيدي توب يا أوسي وح يعني كصورين بقى أنا الله حين بمشكلة حالك هسي قدم مطعم يا قدم خلا بعد أوضح الباقي يعني مشكلة نقطة يصدق أوضح أيام مشكلة نقطة يس سيدو نقطة يس على تعالى وحيقول نقطة يس الدنيا دا ريسورسز كقالية ده كده من دلع قالية أكو بحيس شو ما ريسورسز كقالية أوضح خورن لوما قايبين كرو مرخا ميل با مرخا قار لغو أروريا وحي لك ناد ماشا كو أروريسي وحا الله سمايا وح اندها كلا كو جيد سدان مدى والغا سمايا صح سيداد بقول إيا كنتم كيلومتر با سومال لان بضا حيبتا سومال لان وسيداد بقول إيا كنتم كيلومتر بقعد باينو خد دوراني بربراه وانا يعني ان قران معقوله مرخات
oo eegto deen arimo badan oo siday ugu xidhan tahay wadooyinka halkay ku yani waxa badan ma qadeer infrastructure hore wixii uu sii jiray iyo waxyaabaha soo dhama qadeer weeyo waa go'aan macquula reer awdal iyo reer sanaag laakiin waxa daqiiqada ku tiri idinku ka tanaasul inaad ka diyaarataan de soma halkan bay kaaga soo wareegeen marka Ethiopian la soo heshiinayay maal gashanay taasi waxay jabinaysaa heshiiskii DP World ay jabinaysaa intadan lagu kalsoonaan karin aan noqonnaa haddii ma rabno of course tan galin adduuna oo farbadan baynu rabnaa reer sanaag maxaad u sheegi maayir iyo xiris iyo markay meelaha ilaa laas qoray iyo dhukaade saabuun sii wad dekad caadi ina yeelato hadday berri u soo helaan maalgelin maxaa lagu odhan sida royaltiga u moodaya sacad inaanay u ahayn baa dee soo baxaysa imika ee go'aamo iyo xeerar waxaani ka dhigeen wax yes deegaan kasta oo dee ay wax ku yaalaani waxyaabada istraatiijigooda lagu xulanaya dee way jiraan oo ay dheeraanayso inta kale marka halka isfaham waagu ka dhacayna waxay ahayd tusaale ahaan oo reer awdalna waxa lagula yaabanaa maxay u soo dhaweynayaan go'aankan ethiopia soo tarna leh xoog baanu ku qaadanaynaa iyaguna waxay la yaabanaa in ethiopiyadan aan la arkaynin markii boqol kun sagaal iyo toban ha ka iibsata la lahaa sheerka berbera ee imika uun ay yacni la yeelatay qiimaha kale ayay iyagna la yaabanaayeen marka baraha bulshada dad u fiirsato hadallada la isweydaarsanayay waxa kuu soo kala baxaysa midba halka ka imanay ummadda haddaan la isku gelin dan ya gobollada leh saddexda gobol ee leh maanta baddu haddaanay dantooda u wada arag inay berbera tahay haddaanay u wada arag dee nin walba halkii ugu dhow buu iska daad waxaad ka hadlaysaa berberaad ka hadlaysaa ayaad matala gobolka ugu bad dheer waxaan filayaa inuu noqonayo sanaag ayaa ugu bad dheer waad garatay ma laba magaalo oo isku dhow xiise mayd ayaan shaqo isku yeelanay markaa nin walba dantiisa raadsantay laakiin waa inaad ka tustaa inay isagabadan ugu jirto dee halkan kale marka in laga tuso shacabkii inay halkan dee ugu jirta meesha kama qanbaad leedo waxyaabaha inaan dee wax ka qaban ayay ka mid tahay wa waxyaabaha ninka aqoonyahankiina dad hortii dareemay ee uu ka hadli jiray maxaa si kale u eeg beligweliya gebiley kastamka soo marar badan kama hadlaan kastamka qaadka si hadal soo noqnoqda ma ya okay meel walba inaan kastam ka dhigno oo ethiopia aynu iska galno iyo waa midkee inaynu ka dhigno meelo cayiman laakiin dadku ka wada arkaan dan marka sidii dan looga dhigi lahaa doorka xukuumadda ee shacabka fasaxadeeda oo cid waliba ay u raadiso maalgelinteeda marka doorka xukuumadda loo baahan yahay waxaan dadka tusaysay inay wada leeyihiin oo dan isku jirto qaadan iskugu wada jirto kala dee loo baahan yahay dadka laga dhigi marka dalalka qaar waxay ku maareeyaan arrinkan ama khayraadka halkaa qura ka soo baxay baa lala wadaagaa qoryahan dee ka tanaasulaya badaha inta badda ka tanaasushay baa lala wadaagaya khayraadka halka ka soo baxay waa si loo maamulo laba sidaaba maaha wax la sameeya iyadna wax kale oo taa u dhigma baa loo xidhaa iyaguna dee faa'iidadooda gaarkaa u helaan garanaa de waxa kale wuxuu noqon doono marka eg ummadda si la iskugu wadaa dee jirta arrinta seyla waa arrin u baahan in si xilkasnimo la lagu maamulo arrin caadifad u baahan maaha arrin in la horboodo u baahan maaha ethiopia ma qabsan karto deegaan aynu leenahay ciidanaa inay soo dhaweysana
مقبو حوق لغاقة تدول كيدا عد إن غمدو سومالي لان إني سودو ويسو ومقبو إتوبية دا دولي نغاحي ستا إتوبية إيادا دولي نغاحي ستا سبتك إن ليسكو عيريو مشاكل كي حدودة إن أفريكي ديب أغو نقطو إمي كأهان ما هبونا ما لين إيا اختيار كيد هذا يقول عيسو سي اختياري ونحو حوغة هين هذا سيدا اختياري وحويا بوشادة جو تابتها قبل كصومالي دا أولا سيو حريد إن إياقو عدايان إن نغم النغضان إيا إنكالي وسي اختياري يود عدبا لغو قلا قور قوري حدود دا عدكو قورتا مشكلة دا نغي وما حيسو إذا دونتها هو بادي سمر كان رابطان كي ضدك أي حدود داس كنا قاقري رياضة هل كان واحد كان مثلا واحد إنه غص أو كردم ويعني سمعنا لنا هان واحد إنه غم جو أيام برضه وحي إنه غم جو أيام يتوب بيا واحد نقول باقينا إنه ولا التنين ما دي يا معامل كي عينو الله هنا إلى عرسه سمعنا لنا waxay diyaar u tahay in la ganacsato Itoobiya arimaha amniga ah ee labada dalba danta u ah inaan ka wada shaqeyno ee hadda Soomaaliland laakiin uma furna day in la qabsado Seyla iyo Soomaaliland diyaar uma aha qabsad Itoobiyana uga ma aha cid kale uga ma aha سيلا حرمر كيدو ندد كيدو شارين دد كيدو كو واسوما هاد الله لبا وارهير اوضر صدح وارهير سيلا دد كالا او مرقا انا كالي دي مجرتو حلي مانا دقار قولين كترسل ويسولو ويا دم عاشق تي تو بي مع دي حوقة اي كو قبصانيسو ان دد كتيغاك لغا صوت دورتا يسولو ويا aan arka waad sheegtay inuu fiirsasho badan u baahan yahay ma dabaa si xojinay anigu ma aaminsanayn jiro xaliban soo dhaweeyay in Saylac la qabsado waxaan see rumaysnahay in uu xalibanada qaarde maalgashi Itoobiya ah ay soo dhaweeyeen hadalkana de waa inaan sidiisa u ilaalino Itoobiya waxay ka mid tahay dunida aynu maalgashi inaan isweydaarsano rabno waa ka mid iyadana inaan maalgashano iyaduna maalgashato waa yani ka mid shalayba berbereynu raadinayn Soma ma dambi baa hayd maantana ma dambi baa ma maalgashi adduunyada meel aanu iska xidhnay oo nidi halkaas ama mamnuuc naga inaanu maalgashi isweydaarsano hada dal aynu nidi oo dunidaas oo la aqoonsan yahay kuyan la aqoonsanay baynu diyaar u nahay inaan maalgashi ay nagu sameeyaan maalgashi aynu diidnay oo Itoobiya ahina ma jiro ku aan diidanahayna ma jirto هذا مالكش ده ديار وطاي هذا يدا نخرب نمر خا هذا وحي ده ديار خلا طاي نلا تماد ده أنا نوبة إيمانه إذا عدا كه الله إنا إنه هل كانوا قصير جوابنا ده أنا قوما أركو وحبون سجود ما لوغه الله